ما تزال المقاومة الشعبية في جبهة القتال بالضالع تخوض حربا شرسة ضد ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، رغم عدم وجود أي تكافؤ بينهما. لكن أفراد المقاومة الشعبية بكل ما يملكون من عتاد يسجلون يوما بعد آخر انتصارات ليست بسهلة أمام آلة القتل التي تستهدف الجميع في مديريات المحافظة. وتعد جبهة مريس ويعيس وحمك ودمت أكثر المناطق التي لم تتوقف فيها المواجهات منذ قرابة عام على الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع صالح. في كل هذه الأماكن ينتشر أفراد المقاومة الشعبية لصد أي محاولات للميليشيا للتوسع في مناطق المحافظة، حيث أفشلت خلال المعارك الأخيرة سلسلة من الهجمات وأوقعت خسائر كثيرة في صفوف الميليشيا. ووجهت المقاومة الشعبية نداءات متتالية للحكومة لدعمها في جبهات القتال ومدها بالسلاح والعتاد الثقيل لدحر الميليشيا من المحافظة. ونحن هنا متواجدين لنصد أي عدوان يتعدى على حدود محافظة الضالع، ومنتظرين الدعم من الأخوة في التحالف ومن الحكومة الشرعية الممثلة بعبد الرب منصور أن ينظروا وأن يلفتوا النظر إلى هذه الجبهة المهمة كونها البوابة الغربية لمحافظة الضالع. هنا يقف هؤلاء بالمرصاد ليوقف أي تمدد للميليشيا كما يقولون، رغم إمكانيتهم وعتادهم العسكري الذي أفشل معظم العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في كافة المناطق.